موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كيف تكسب القلوب وتكون محبوبا وتكون محبوبا؟ وسائل عملية تعينك، لا سيما وأنت تحمل هم الدعوة إلى الله، في كسب قلوب الناس والوصول إليها. من هذه الوسائل لزوم السكينة والوقار، مما يزرع لك المودة والمحبة في قلب أخيك لزوم السكينة والوقار في المجالس. والسكينة الطمأنينة والهدوء، بخلاف الطيش والعبث الذي يؤدي إلى نفرة الناس من الإنسان ويدل على قلة العقل. يروي أبو مسلم الخولاني رحمه الله أنه دخل مسجد حمص فوجد شابا بين 30 كهلا من الصحابة، يعني جاوز 30، فإذا امترى القوم في شيء أقبلوا عليه فسألوا، يقول: فقلت لجليسي: من هذا؟ قال: معاذ ابن جبل. يقول: فوقع له في نفسي حب، ثم قلت، يعني ذهب إليه وقال لمعاذ: والله إني لأحبك. فقال له: فيما تحبني؟ قلت: في الله سبحانه وتعالى. قال: أبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، كما في صحيح الجامع. المتحابون في جلالي، الذين تحابوا في الله، لهم منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم يعني على منزلتهم النبيون والشهداء. وهذا الموقف بين لنا كيف كانت أخلاق معاذ رضي الله عنه سببا في حب أبي موسى له. ومما يعينك على اكتساب السكينة والوقار لزوم الصمت، إلا من حق توضحه أو باطل تدحضه أو شيء يعنيك أمره. قال بعض الحكماء: إلزم الصمت، فإنه يكسبك صفو المحبة، ويؤمنك سوء المغبة، ويلبسك ثوب الوقار، ويكفيك مؤنة الاعتذار. الإنسان إذا كان كثير الكلام كان كثير الخطأ، وربما تعدى الناس عليه باللفظ وبالفعل بسبب ذلك، بخلاف الإنسان كثير الصمت، فهذا يكسبه الوقار بين الناس. لذلك قال: إلزم الصمت، فإنه يكسبك صفو المحبة، ويؤمنك سوء المغبة، يعني مغبة بعض الأفعال وعاقبة بعض الأفعال، ويلبسك ثوب الوقار، ويكفيك مؤونة الاعتذار، يعني لا يوجد ما تحتاج أن تعتذر منه، لأن الإنسان يزن كلامه قبل أن ينطق به، والأصل لديه الصمت. وقال الأحنف بن قيس: الصمت أمان من تحريف اللفظ، وعصمة من زيغ المنطق الخطأ، وسلامة من فضول القول، وهيبة لصاحبه. لذلك كما ذكرنا أن يجتهد الإنسان، الأصل أن يجتهد الإنسان في حفظ لسانه، فلا يتكلم إلا بخير. من هذه الوسائل أيضا المزاح المعتدل، المزاح التبسط مع الناس، وربما استعمال بعض الطرف مما ليس بكذب في إدخال السرور على النفوس والقلوب، هذا من الطرق السهلة إلى القلوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه فيدخل السرور والبهجة إلى قلوبهم، ويمزح ولا يقول إلا صدقا وإلا حقا. يقول أبو هريرة: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا. عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني. ما معنى هذا الطلب: يا رسول الله احملني؟
في الجهاد أو السفر يريد ناقة يحمله أو جملا يحمله عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حاملوك على ولد ناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ يعني ولد الناقة هل هذا يصلح لإيه؟ يحمل عليه؟ فقال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال له: هل تلد الإبل إلا النوق؟ أو هل تلد الإبل إلا النوق؟ فهذا من قبيل المداعبة، يعني هو يقصد ولد ناقة لكن إيه؟ ليس صغيرا. هل تلد الإبل إلا النوق؟ والحديث في صحيح الجامع أيضا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأخيه الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهذا من التلطف معه أيضا، إذ كناه ويسأله عن هذا الطائر الذي كان يلعب به. وكان يدلع لسانه للحسن ابن علي، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه، يعني يسرع، يعني يخرج لسانه ويلاعب الحسن ابن علي ابن ابنته رضي الله عنه وأرضاه. وعن صهيب قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر. قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال: أدن فكل. يقول لصهيب: أدن فكل. طيب، بين يديه خبز وتمر، مما يأكل؟ قال: فأخذت آكل من التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل تمرا وبك رمد؟ يعني هو كان عنده رمد في إيه؟ في عينه. فهو يعني يقول له: كيف تأكل التمر وبك إيه؟ وبك رمد. فقال: إني أمضغ من ناحية أخرى. فقال: إني أمضغ من ناحية أخرى. هو الرسول يداعبه، فهو فهم فرد المداعبة بإيه؟ بمداعبة. قال له: لا، ما مش هاكل من الناحية اللي إيه؟ اللي فيها المرض، أمضغ في إيه؟ في ناحية، إني أمضغ في ناحية من ناحية أخرى. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن ماجه. وعن أسيد بن حضير قال: بينما هو يحدث القوم، أسيد يعني، وكان فيه مزاح، بينما يضحكهم طعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، يعني هو خشي أن يقع في شيء من الكذب فطعنه بعود في خاصرته. فقال: أصبرني. أصبرني يعني أقدني، يعني أخذ يعني منك مثل ما فعلت بي، القصاص يعني. فقال له: اصطبر. قال: إن عليك قميصا وليس علي قميص، يعني حينما ضربتني لم يكن علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه أسيد وجعل يقبل كشحة، يعني هذا الجزء ما بين الخاصرة إلى الضلع، يعني في الخلف هذا المكان، جعل يقبل كشحة. ثم قال أسيد: إنما أردت هذا يا رسول الله. وما أراد القصاص منه، وإنما أراد أن يلمس جسده صلى الله عليه وسلم حبا له. وكان رجل من البادية اسمه زاهر ابن حرام، كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية، فيجهزه رسول الله إذا أراد أن يخرج، يعني هو يأتي من البادية بهدايا، فإذا أراد أن يخرج مرة أخرى للبادية الرسول يرد الإيه؟ الهدية، يجهزه، كان يقبل الهدية ويثيب عليه. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. إن زاهرا باديتنا، يعني ما نحتاجه من البادية نحصله من إيه؟ من زاهر. ونحن حاضروه، يعني نمده ونزوده بما يحتاجه من الحضر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، كان يحب هذا الصحابي، وكان دميما، يعني ليس حسن الإيه؟ الوجه. هذا يدلك على أن الحب في الله ليس يرتبط بحسن الإيه؟ بحسن الشكل كما يظن البعض، ويحب هذا الأخ في الله لأن هذا الأخ إيه؟ شكله جميل. هذا في النساء يا أخي، إنما الحب في الله يرتبط بالإيه؟ بالأخلاق، ويرتبط بما عليه العبد من الطاعة. فكان يحب زاهرا وكان دميما. فأتاه يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. انظر لي يعني حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والبساطة والتواضع. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى لزاهر وهو يبيع فاحتضنه من الخلف وزاهر لا يبصره، فقال: أرسلني، من هذا؟
فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. لما عرف ان اللي بيدعبه مين؟ الرسول، بدل ارسلني بقى ايه؟ بقى يرجع لورا يلزق في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا استمر على المداعبة، من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ قال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا، لانه من البادية وهو دمين. فقال لكنك عند الله لست بكاسد، أو لكنك عند الله غال، أو لكن عند الله أنت غال، والحديث في صحيح الجامع. فهو له قدر عند الله بسبب إيمانه وبسبب طاعته لله سبحانه وتعالى. إذن المزاح منه ما هو محمود، وهذا يدخل السرور على النفوس ويزيد المودة والمحبة، ومنه ما هو مذموم وهو ما كان كذبا، كما يقع بعض الناس في ذكر بعض الطرف التي يسمونها النكت فيقع في الكذب يأثم بسبب ذلك عياذا بالله. وقد جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له، هذا الذي يكذب ليضحك الناس هذا له الويل والعياذ بالله تعالى. الوسيلة التي بعد ذلك تجنب الغضب، أن تملك نفسك عند الغضب، أن تتحكم في نفسك، وهذا في الحقيقة يدل على نبل الأخلاق واستقرار الأخلاق الصالحة في نفس العبد، لأنه يملك نفسه عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع الناس ويغلبهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا يدل على قوة نفس هذا الإنسان، بخلاف الإنسان الذي عند الغضب لا يملك نفسه فيسب ويشتم ويكسر وكذا، هذا إنسان ضعيف. ولما جاء رجل يستوصي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أوصني، قال لا إيه؟ لا تغضب. فردد مرارا فقال لا تغضب. ما معنى لا تغضب؟ ليست هذه الكلمة فيها النهي عن الغضب من حيث هو موجود في نفس الإنسان، لأن الإنسان لا يستطيع ذلك، لكن لا تستسلم لدواعي الغضب. إذا ما أغضبك أحد فجاهد نفسك ألا تغضب، أن تتوقع أو أن تتقي المخاطر التي يؤدي إليها الغضب، بل تتحكم في نفسك وفي أخلاقك. طب ما الأسباب التي تعينك على ذلك؟ إذا ما يعني أغضبك إنسان ماذا تفعل؟ إذا ما أغضبك إنسان ماذا تفعل؟ الوضوء، الاستعاذة، ها؟ تغيير. نعم، أولا الاستعاذة بالله من الشيطان، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. واستب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة تذكر العبد بربه، تبين له خطر الشيطان، تعينه على اتقاء شر الغضب، تعينه على اتقاء شر الغضب. روي أن عبد الله بن مسلم بن محارب قال لهارون الرشيد يا أمير المؤمنين، وكان قد أغضبه، أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وبالذي هو أقدر على عقابك منك على عقابي لما عفوت عني. فعفى عنه الرشيد، وذلك لأنه تذكر قدرة الله. الوسيلة الثانية أن يتحول عن الحالة التي هو فيها حال الغضب، إن كان قائما قعد، وإن كان جالسا اضطجع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. سبحان الله، هذه سنة نبوية عجيبة فعلا، تذهب الغضب وتضعفه جدا. وإلا لأنك تخيلت إنسانا في غضب وحالة هيجان أو هياج، ثم هو فجأة وهو واقف جلس، ماذا يفعل الجلوس معه؟ يهدئه؟ لا، بل اضطجع، عمال يتحرك بقى ويزعق، قعد
لا نام. طب هو في واحد نايم اصلا هيشتبك؟ هو اصلا لو هو قاعد او نايم عند الغضب ماذا يفعل؟ يقوم. يعني ربما كان هناك اشتباك باليد او بغير ذلك. فالانسان اذا ما غير الحاله التي هو عليها كان ذلك اعون له على ابتقاء شر الغضب. ايضا من الوسائل السكوت، من الوسائل ها السكوت. قال صلى الله عليه وسلم: اذا غضبت فاسكت، اذا غضبت فاسكت، اذا غضبت فاسكت. وهو حسن بشواهده. والسكوت ايضا يقي الانسان شر الغضب. كذلك ان يستحضر الثناء الذي جاء في القران على الكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. يتذكر ان استمراره في الغضب يزيد الشحناء والبغضاء، وربما ادى الى شيء من الانتقام، وادى الى شيء من الاذى والضرر، ويجاهد نفسه على ترك الغضب وما يدعو اليه الغضب. لا شك ان الكثير من المشاكل والشقاء والكثير من القطيعه التي تكون بين الناس ربما كان السبب فيها الغضب. لذلك من اسباب كسب القلوب ترك الغضب او اتقاء شر الغضب والاخذ بالوسائل التي تقي الانسان شر ذلك. وغدا ان شاء الله وسائل اخرى. نسال الله عز وجل ان ينفعنا ما قلنا وسمعنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.